وتمكني من اللغة الفرنسية والعربية. يطرح المؤلف تأملات ثاقبة حول التاريخ واللغة والهوية ودعوة للقارئ إلى التفكير في ذلك. ضيوف سارتنا في هذه السهرة الاستثنائية الأستاذ والشاعر والعليم الكبير عبد العزيز قاسم، الأستاذ والعليم الكبير عبد الحفيظ الهرجامة، الدكتور عبد الكريم الحزاوي، وكذلك سعيد هذا المساء باستضافة الدكتور الأستاذ أرسلان بفرحات. الفريق العامل معنا على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي جوهر بوستة، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، أرقامنا الاتصال بنا 70 164 280. أمام المزدحكة كل مساء أحد معكم فيصل جسمي. أرحب بضيفي في الاستوديو قبل كل شيء، وكذلك سعيد جدا باستضافة كل ضيوفنا وخاصة سي عبد العزيز، سي عبد الحفيظ، سي عبد الكريم. نبدأ مع أرسلان، مساء الخير وكل عام وانت حي بخير. مساء الخير، كل عام وانتم بخير. أشكرك سي فيصل لهذه الدعوة الكريمة، وأنا سعيد جدا أن كانت لي فرصة لقراءة هذا الكتاب ولاكتشاف أبعاد أخرى لسي عبد العزيز قاسم، الذي كان لي الشرف أني اطلعت على كتابات منشورة في بعض المجلات، خاصة لدرس وقراءة بعض كتبي، فشكرا. شكرا لك أستاذ أرسلان، سعيد هذا المساء كل السعادة استضافة أستاذ عبد العزيز قاسم. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. اهلا وسهلا، مساء الخير سي فيصل، شكرا على الاستضافه. تحياتي الى مستمعي اذاعه صفاقس العارقه. انا سعيد بانك جمعت حول كتابي هذا الجديد نخبه من الاساتذه الاجلاء سي عبد الحفيظ، سي عبد الكريم، سي رسلان. هذا شيء يعني يسعدني، لأنه أكيد أن مساهمتهم ستلقي الضوء وربما تفهمني حتى بعض أفكار أنا نفسي يعني صببتها في الكتاب صبا. كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الأستاذ والإعلامي ورئيس مدير العام لدعوة التلفزيون التونسية، كذلك كان عبد العزيز نفس الخطة، الأستاذ عبد الحفيظ الهرجام. مساء الخير. مساء النور مستر فيصل، تحياتي إليك وإلى جمهور إذاعة ساقس وإلى الأستاذ الأعزاء صديقي وأخي سي عبد العزيز قاسم والدكتور أرسلان بن فرحات وكذلك الدكتور عبد الكريم الحزاوي. أشكرك شكر جزيل على دعوتك الكريمة لي للمساهمة في هذا البرنامج القيم. شكرا لك أستاذ عبد الحفيظ، وكذلك أنا سعيد باستضافة أستاذ الإعلام الأستاذ الدكتور عبد الكريم الحزاوي. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء الخير سي فيصل، وشكرا على الدعوة. تحياتي لكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس بطبيعة الحال، الإذاعة العريقة عميدة الإذاعات الجهوية كما نعلم، وتحياتي مجددا لمن سيشارك في هذه الحصة حول كتاب الأستاذ عبد العزيز قاسم، الذي أبدأ بتحياته وبتحية الأستاذ الدكتور أرسلان بن فرحات والأستاذ عبد الحفيظ الهرجام. وأنا سعيد بالمشاركة في الحديث عن هذا المؤلف الجديد للأستاذ عبد العزيز قاسم. نبدأ معك أستاذ عبد الكريم، كيف قرأت هذا الكتاب؟ والله هذا الكتاب قراءة، يعني كلمة قراءة أحيانا توحي بنوع من الواجب، لكن هي في الواقع كانت متعة. متعة فعلا، نعم، متعة كبيرة، لأن مثل هذا النوع من الكتابات وباللغة الفرنسية وفي مزيج من ال
اللغة الأكاديمية الصارمة التي تحترم الضوابط وتحيل على المراجع، والموهبة الأدبية والشعرية للكاتب، إضافة إلى ثقافته التاريخية الواسعة، تجعل من يعني قراءة هذا الكتاب شبيهة بواحد يأخذك في رحلة ومتعددة الأبعاد، فيها بالطبع الجانب التاريخي، فيها أبعاد حقيقة، رغم أنه يتحدث يعني سي عبد العزيز عن مسار قرابة قرنين فعلاً. هذه العلاقة يعني بين ضفتي المتوسط، بين العالم العربي عموما، من العهد العثماني الذي المقيت، الذي يعني في الواقع يعني جعل من المنطقة العربية ومن شمال وجنوب المتوسط يعني منطقة متخلفة ومتأخرة وغارقة في الصراعات والفكر الظلامي، و في المقابل بداية اكتشاف الغرب والتقدم والحداثة من خلال مثلا الحملة التي قادها جنرال نابليون بونابارت على مصر في نهاية القرن الثامن عشر، وهذه رغم أنه أحداث معروفة ولكن في عبد العزيز يسلط عليها أضواء جديدة غير معروفة، يعني يعيد قراءة هذه المحطات التاريخية الهامة من وجهة نظر كاتب عربي، كاتب يعني من جنوب المتوسط، كيف شاهد يعني وكيف قيم بعد هذه المدة هذا التلاقح بين جيوش فرنسية قادها نابليون، ولكن ليس كقائد عسكري بالأساس، يعني ما بقي في مصر من حملة نابليون يعني ليس عسكري، يعني بقي ثم مؤسسات، ثم يعني مكاسب، وهذا الكل موجود في الكتاب. ثم قرأت أيضا أشياء أنا أعتبر أني مطلع نسبيا على تاريخ المنطقة وتاريخ تونس، ولكن لما تشوف أنه مثلا بداية المدرسة الفرنكو عربية مباشرة بعد الاستعمار، وأقول الاستعمار لا أقول الاحتلال لا أقول الاستعمار، يعني مباشرة بعد الاحتلال الفرنسي، كيف انطلقت تجربة فيها عدة أبعاد، أكيد فيها بعد ثقافي، فيها بعد يعني استعماري، ولكن فيها أيضا بعد منها بالتأكيد بعد إنساني، بعد تربوي، وضع التلاميذ التونسيين والفرنسيين في نفس القسم على نفس المستوى، ومكن التونسيين من الذين يعني ارتادوا هذه المدارس من زاد معرفي وعلمي، مكنهم بعد ذلك من قيادة الحركة الوطنية، لأن الحركة الوطنية لم تتحرك من الجوامع فقط، أكيد شاركت جامعة زيتونة ورجال الدين إلى حد ما، ولكن بالأساس قادوها أمثال مثل الزعيم بورقيبة الذين هم تخرجوا فعلا المدرسة الفرنكو عربية ودرسوا في فرنسا وقاوموا الاستعمار بثقافته وبمبادئه وبأدواته. وأختم بما اكتشفته من تسليط ضوء جديد على فترة مرحلية مفصلية من تاريخنا اللي هي 58 بعد الاستقلال، عندما تم اعتماد ما يسمى بإصلاح المنظومة التربوية عن طريق محمود المثلي رحمه الله. هذا أيضا معناها كان له تأثير. نعم عبد العزيز قاسم هنا
يتحدث كشاهد على هذه المرحلة ويعيد الاعتبار لشخصية كانت لها دور أساسي، وإن كان يعني تم يعني التاريخ ظلمه شوية، ظلمها شوية الشخصية هذه اللي هي محمد لمين الشابي رحمه الله، اللي هو كان وزير التربية والمعارف الأول بعد الاستقلال، والذي وضع أسس النظام التربوي الجديد. وهذا ما كانش عديد من الناس ما يعرفوهوش يعني، مع فعلا لم يسلط عليه الضوء كثيرا محمد لمين الشابي، نعم، مع الإقرار يعني سي عبد العزيز يشهد لمحمود المسعدي بكل خصاله وبكل ما قدمه، ولكن أعتقد أن من نقطة من نقاط قوة هذا الكتاب أنه يعني عاد الاعتبار لشخصية لمين الشابي، وكذلك أعطى شهادة بخصوص التعريب، ما عرف بالتعريب وما ما ألصق بشخص محمد مظالي رحمه الله، أنه المسؤول الوحيد عن التعريب وعن نتائج المتواضعة في 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 البكالوريا في سنة من السنوات إلى غير ذلك. حقيقة سي عبد العزيز قدم لنا كتاب فيه مجهود الباحث الأكاديمي وفيه شهادة الفاعل الذي شهد هو شخصيا أحداث هامة مفصلية من تاريخ تونس بعد القرن بعد الاستقلال وحتى بعد الحرب العالمية الثانية. نعم، سأعود إليك أستاذ عبد الكريم خزاوي. أستاذ أرسلان بفرحات، أولا أريد أن أشكركم. أنا عند قراءتي هذا الكتاب فأنني أولا قرأت من خلال تجاربي كأستاذ فرنسية كقارئ، ووجدت أن لهذا الكتاب نكهة خاصة، فهو من ناحية يخضع لنواميس الكتابة الأكاديمية الصارمة، ومن ناحية أخرى هو تحرر من هذه النواميس ليتحول إلى كاتب شاعر حين يلقي الضوء على أي حدث أو على أي شخصية فإن نجد من ناحية صرامة البحث، ومن ناحية أخرى قوة الكاتب الذي يعطي حياة لهذه الشخصية. والذي وقبل أن أتحدث بإسهاب عن كتاب سي عبد العزيز قاسم، فأني أريد أن أتحدث عن الكاتب بإجاز لنصراتي الكامل أستاذ عبد الحفيظ الهرقاب. نعم تفضل. إنه فعلا كاتب استثنائي، أكاديمي جامعي، أستاذ مبرز في اللغة والأداب العربية، وهو شاعر مفكر وصحفي، نشر العديد من الكتب باللغة العربية واللغة الفرنسية، وأصدر دراسات في الأدب المقارن، دراسات فكرية، دواوين شعرية، مقالات سياسية وغير ذلك. فلا يمكن لنا من خلال قراءة هذا الكتاب وكتب وجميع كتب الأستاذ عبد العزيز قاسم الفصل بين عبد العزيز قاسم الباحث الأكاديمي عن عبد العزيز قاسم الشاعر، وعبد العزيز قاسم المفكر والمؤرخ والأعلامي والصحفي. فالأسلوب الذي اعتمده هذا الكاتب هو مزيج من عديد الأساليب، ستيل فوندي سور لو ميتيساج دو بليزيور ستيل، وهو أسلوب هجين، ستيل إبريد بالمعنى الإيجابي للكلمة. لم يكن هذا الأسلوب يعبر فقط عن رؤية أدبية، بل كذلك عن موقف وجودي،
ولذلك فقد اعتمد عبد العزيز قاسم في عتبة كتابه على مقولة الكاتب جيون غوتيزولو كي دي je cite son métissage un peuple devient aussi stérile qu'un caillou. Non. Fin de citation. J'ajoute son métissage un style devient stérile ennuyeux sans impact sur les lecteurs. فالأسلوب الذي اعتمده عبد العزيز قاسم في كتابه هو جذاب جميل يدعو القراء إلى البحث والتفكير. كما أن الكتابة البحث عن إنسانية مفقودة ونجي بونسي ومو ضائعة لم يكن فقط دراسة علمية دقيقة مثل مئات الدراسات لمفهوم الفرنكوفونية ولوضع اللغة الفرنسية، إنما هذا الكتاب يحمل آلام عبد العزيز قاسم الشاعر أمام الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اليوم، خاصة منذ 7 أكتوبر. نعم. أي وموقف السلطة والصحافة الفرنسية التي خانت ميثاق استعمل كلمة يمكن مو تريفا ومبادئ الفرنكوفونية، خاصة نتحدث على الصحافة السي وغيرهم. كما نجد في هذا الكتاب عبد العزيز قاسم المؤرخ الذي عرف وتعامل عن كثب مع العديد من الشخصيات السياسية من الحبيب بورقيبة، والذي أجرى أبحاث عن شخصيات تاريخية مثل نابليون بونابرت. كما يحمل هذا الكتاب حرقة وغضب عبد العزيز قاسم المفكر أمام انهيار المستوى اللغوي للتلاميذ والطلبة. فكيف يمكن نجاح انفتاح تونس على العالم دون أن يتقن الشباب اللغة الفرنسية كما يقول؟ نعم. اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي كذلك أداة تفكير تحمل أحلام وآمال الشعب. فالبحث عن إنسانية ضائعة أو مفقودة لن يكون ناجحا إلا بالبحث عن لغة متحررة من الأحكام المسبقة ومن التعصب إلى آخره. وهذا معناه لي سنعود إلى ذلك. أستاذ أرسلان، أستاذ عبد الحفيظ الهرقام، ماذا تضيف عما أضافه السيد عبد الكريم وأرسلان؟ والله ظلي نحن دينا في الخوف في مضامين الكتاب. قبل الخوف في مضامين لابد من نكون منهجيين في هذه. نعم. سأبدأ بتقييم ملاحظة عامة. مع صدور كل كتاب جديد هناك سؤال يطرح نفسه، ما عسى أن يضيف المؤلف إلى ما كتب سابقا الموضوع. نحن نعلم أن الموضوع الذي تناوله الأستاذ عبد العزيز قاسم في كتابه هذا هو في الحقيقة موضوع قديم جديد، ونعني نعم الفرنكوفونية كحركة سياسية وكحركة ثقافية. التقت حول استعمال اللغة الفرنسية ليس باعتبارها فقط أداة تواصل، بل وكذلك باعتبارها محمل لثقافات متنوعة في الفضاء الفرنكوفوني. ونقصد كذلك من بين المواضيع المطروحة أو المطروقة سابقا مكانة الفرنسية والتراجع الذي من فك التشدد بشهادة العديد من الملاحظين، إلى جانب مسائل أخرى كإشكالية الحوار بين الحضارات وازدواجية اللغة البيلانجيزم والعلاقة المتواترة العلاقات المتوترة بين الشرق والغرب ودور اللغة والأدب في تعزيز ووصر التعاون والتفاهم بين الشعوب، فضلا عن مسألة الإرث الحضاري المشترك بين العرب وفرنسا بوجه خاص نظرا إليه من خلال مفهوم أو متصور ذكره الأستاذ عبد العزيز قاسم وساقه جاك تيرك لشوز فرانكو أراب. والمقصود بذلك يعني مجمل القواسم المشتركة التي تجمع الشرق والغرب في فرنسا. إذن ما هي الإضافة اللي قدمها الأستاذ عبد العزيز قاسم؟ الأستاذ عبد العزيز قارب هذه المواضيع بنظرة جديدة.
لذلك تراه ينطلق منذ البداية، وقد أشار إلى ذلك الأستاذ أرسلان، من المستجدات في الساحة الدولية مع اندلاع الحرب في غزة. وأعتقد أنه رأى أنه من واجبه كمثقف أن يدلي بدلوه حول هذه المستجدات، وقد عبر عن غضبه لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك الموقف موقف عدد من الدول الغربية التي انحازت إلى إسرائيل منذ البداية، وخاصة ليلة البارحة والولايات المتحدة إلى غيره. إذن عبد العزيز قاسم في هذا الكتاب لم يكتفي فقط بتناول المواضيع التي كنت أشرت إليها، بل أراد كمثقف أن يدي بدلوه حول هذه المستجدات لكي لا يكون الكتاب مجرد يعني مفاهيم ويدخى عليها يعني الطابع التنظير. في تقديري لابد أن ننزل كتاب عبد العزيز قاسم في إطار المسار الفكري للكتب. عبد العزيز قاسم في تقديري أو فكره يخضع لثنائية، ثنائية الثابت والمتحول. الثابت هو تشبث الكاتب بجملة من المبادئ والقيم التي تنبع من الفكر الإنسي أو الإنسوي الهومانيست، كالتمسك بمثل التسامح والانفتاح على الآخر ونبذ التعصب والانغلاق والفكري والظلامية والإيمان بفضاء الحوار بين الحضارات والثقافات. وعبد العزيز القاسم وقد قال ذلك في كتبه السابقة وفي هذا الكتاب، يعتبر نفسه همزة وصل بين حوضي المتوسط، انطلاقا من واجبه كمثقف مستنير يؤمن بالقيم التي أشرت إليها في دعم أسس الحوار الثقافي البناء وتسمين كل ما يجمع ولا يفرق بين البشر مهما كانت أصولهم العرقية ومعتقداتهم الدينية وميلاتهم الأيديولوجية. أما المتحول في تقديري فهو يكمن في تفاعل عبد العزيز قاسم المثقف مع مستجدات الحاضر، وفي حرصه على التعبير عن موقفه حول هذه المستجدات. لذلك نراه كما قلت يقدم قراءته للأحداث الجارية في غزة وموقف عدد من الدول الغربية ومن موقف الصحافة خاصة الفرنسية إزاء هذه الأحداث. هذه يعني نعم عما أردت أن أسوقها في بداية هذه الأمسية. هذه قراءة أولى للأستاذ أرسلان بفرحات، للأستاذ عبد الكريم الحزاوي، للأستاذ عبد الحفيد الهرقام. أستاذ عبد العزيز قاسم سأترك لك الكلمة، لكن بعد نشرة الأخبار بعد قليل دقائق تفصيل عن موعد النشرة لنتحدث عن هذا الكتاب على ريشيرش دايمانيزم بيردي، كتاب ممتع جدا في تأملات حول التاريخ واللغة والثقافة من خلال تجربة عبد العزيز قاسم الكبيرة والطويلة في عالم الثقافة والإعلام. دقائق تفصيلنا، نستمع إلى سونيا مبارك تغني جاك بريل لنميكيتو با، ونعود مع بعد نشرة الساعة 10.
malentendu et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur أشعر كتير وحدان هي اللي حسنك خلى دقات القلوب إبداعية على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا تظهرها مسارات إبداعية لكني سأحلم سهرة ثقافية مع أهل الفكر والإبداع كل ما يخلص حكي جبنا حكي مسارات إبداعية إلى مسارات إبداعية وإلى كتاب الأستاذ عبد العزيز قاسم على ريشيرش دايمانيزم بردي هذا الكتاب صدر هذه الأيام عند دار ليدرز للنشر تحية لهذه الدار العريقة ورحب مجددا بالأستاذ أرسلان كذلك بالأستاذ عبد الكريم الحزاوي الأستاذ عبد الحفيد الهرقام والأستاذ عبد العزيز قاسم مرة أخرى مساء الخير أستاذ عبد العزيز وتعليق عما قاله الأساتذة منذ قليل اهلا وسهلا مساء الخير قبل كل شيء انا لا يسعني الا ان اشكر الاساتذه الثلاثه على قراءتهم الفاحصه فقد احاطوا بكل محاور الكتاب وبكل ابعاده أريد أن فقط
إضافة بعض التوضيحات. نعم. والتوضيحات هي لماذا هذا الكتاب؟ هناك من رأى في هذا العنوان نوعا من النوستالجيا، يجوز ذلك، ولكن الحقيقة أنظر إلى المستقبل، لا أنظر إلى الماضي كماضي. إنما إذا إحنا نريد إصلاح الأوضاع التربوية والثقافية، وهذا هو أساس، وهذا هو تلك هي غاية أنا من هذا، كيف نعيد النظر في التهرئة التي أصابت المنظومة التربوية الثقافية، بالتقادم، بالكلل، بالتعب، بالملل. هذا يقتضي منا زيارة المواقع القديمة لننطلق منها. وعندما ننطلق من هذه المواقع فإننا نجد أنفسنا تتعرف الصديقة، صديقتي هالة وردي، لها صورة جميلة تقول إننا نحن نسعى إلى المستقبل، ننظر إلى الأمام، ولكن لابد أن ننظر دائما وباستمرار إلى الريتروفيزور، أي المرآة الخلفية، خلفية نعم، للسيارة، أو ما يسمى بالمعكاس. هذا بالضبط، يعني النظر ليس نظرا نوستالجيا بمعنى يا حسرة كنا كذا وعلى مراد الله، لا أبدا ليس هذا، وإنما بما أننا هناك فينا تطلع كبير نحو الإصلاح ونحو إعادة النظر في كل الأسس التي مررنا بها وبعد تجارب فيها المر وفيها الحلو أيضا. فبالنسبة إلي هو أنه خاصة بعد مرور ما يقرب من 70 سنة من الاستقلال، أنا عندنا 68 سنة يعني استقلال، أردت أنا أن أنظر إلى التاريخ بهدوء. يعني كيف تقول والله إن لوي ماشويل المدير المؤسس لإدارة التعليم والمعارف، أي نواة وزارة التربية، كيف تشكره وتقول هو مؤسس الثنائية اللغوية وعمل البيلانجيسم في تونس، عمل يعني هذا بالنسبة للمؤرخ، بالنسبة للسياسي أو السياسوي يستطيع أن يستنكر، أما المؤرخ لا، المؤرخ هو أمام واقع وهذا الواقع يقول هذا ثابت، تلك هي الحقيقة. نعم، هذه كلها مسائل يجب أن ننظر إليها بغاية الهدوء، بغاية الموضوعية، لأن المدرسة الفرنكو عربية هذه هي التي أنتجت القيادات التي آخر الأمر قادت تونس إلى مرحلة الحداثة التي نحن بصددها الآن. يعني ممكن نتفاعل معك، تفضل سي عبد الكريم. ضروري حاجة ثانية، أنا قلت لابد من إعادة النظر حتى في أصل التاريخ، هذه تونس ما هي علاقاتها الدولية، عندما ننظر وحاصر هذه العلاقات نجد أن تونس لها ارتباطات عضوية بأوروبا اللاتينية، يعني إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، أوروبا اللاتينية، لوب لاتيني، ما عدا ذلك فهي علاقات عامة وعلاقات مصلحية، أما هذه فيها علاقات ثقافية في منتهى الأهمية. هناك نقطة مهمة للغاية، الفكر البورقيبي كما أعرفه، كما تعرفونه، كما قرأتموه، كما قرأته، يعني لقي حظا من الدراسة
غير يسير يعني مهم للغاية لفهم البرجيبية. هناك نقطة واحدة لم يعرها الباحثون ما تستحق من عناية، هي الخيار الاستراتيجي الفرنكوفوني عند بورقيبة. هذه قضية في منتهى الأهمية. يعني هناك من يقول لك بورقيبة يعني خرج فرنسا من الباب ودخلها من الشبكة، هذا غير صحيح، لأن تأسيس منظمة الفرنكوفونية اللي كان فيها بورقيبة هو وليوبولد سيدسنغار هما الفاعلان الأصليان، كانت في تلك الفترة علاقاتنا في منتهى الرداءة مع فرنسا، مع فرنسا الديغولية يعني. ما زلنا خرجنا من حرب بنزرت، ما زالت كيف تونس عملت صفعة موجعة لفرنسا بتأميم الأراضي بصورة يعني خلينا نقول عنيفة يعني وغير منتظرة وغير ولم يقع فيها بشأنها التفاوض كما تجري العادة. فإذن لماذا رغم فساد ما سوء هذه العلاقة بورقيبة اختار اللغة الفرنسية؟ نعم اختار اللغة الفرنسية لأن منذ بداية الاستقلال وقع الاتفاق أنه الحفاظ على المنظومة التربوية الموروثة عن الاستعمار فرنسينا اللي هي ليكول فرانكو أراب. أنا حبيت أتلاعب شوية بالكلمات، قلت من المدرسة الفرانكو أراب إلى المدرسة العربو فرانسيز العربية الفرنسية يعني، لكن مش موسى الحاج موسى. نفس الشيء مات نفس الشيء اي نفس الشيء تماما. وبوركيبا كان خيار وهذا خيار مهم للغاية، وهذا وقعت إشارة إليه انه انا عرفت تلك الفترة عرفتها من الداخل، عرفتها كمعلم، عرفتها مارستها، ثم عرفتها من داخل التربية القومية. يعني أنا كنت معناها عضو في 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 ديوان وزير التربية، عشت كل الخضات وكل التخمينات حول إعادة النظر في المنظومة التربوية، وهذه كلنا مقتنعين أنه لابد أن نعود إليه بالنظر. هناك شيء أنا لا أريد في كتاباتي الخلط بين الأغراض، هذا معناها لا كونفيزيون دي جانر ولا لو ميلانج دي جانر، أنا ما أحبوش. أنا ماذا بيا الدراسة تبقى دراسة هادئة وتتحدث عن الموضوع. فلماذا أنا بدأت عملت مقدمة تحدث فيها على قضية غزة؟ كان بإمكاني لا أتحدث عن ذلك وأخص غزة بكتاب آخر، وأنا الآن في مجلة ليدرز يعني الآن أنا في المقال أنهيت المقال السادس يعني، وداخل في مقال سابع خاص بالعدوان على غزة، على غزة ولازال مستمر. لماذا إذن نتحدث أنا في كتاب هذا اللي هو له قيمة تاريخية وتوجهات فكرية ومراجعات إلى آخره وترميم علاقات أيضا، لأن أنا إنسان رجل حوار، مهما كان غضبي على بعض الأطراف لا أقطع، ليه؟ أنا لا أقطع، أنا أواصل العلاقة مع اللوم مع التقريع مع يعني التوبيخ، أما لا أقطع علاقاتي. المهم لماذا رأيت من الواجب أن أتحدث عن غزة وخاصة عن موقف فرنسا في غزة اللي هو فاجأنا جميعا. فرنسا كان دائما وابدا لها موقف يعني على الأقل يعني متوازن في القضية الفلسطينية، فإذا بها تندفع عن دفاع كلي. هذا بالنسبة لي كما قلت كان بإمكاني نتحدث عليه في الكتاب وانتهى الأمر، لكن لا، لأن المنظمة الفرنكوفونية في
ميثاقها هناك تضامن مستمر بين الدول الأعضاء ونحن فيها أعضاء. يعني تونس ليست البلد العربي الوحيد، يعني عن المغرب، عن لبنان، عن الأردن، عن مش أردن مصر، وعندنا كذلك حتى دول الخليج في قائمة الانتظار. أي إن هذه لماذا فيها ميثاق، هذا الميثاق يتضمن التضامن والاتحاد حول قيم أخلاقية سياسية دائما وأبدا تقوم على ركائز حقوق الإنسان. فأنا اضطريت أني نقول نعم نحن في المنظمة الفرنكوفونية، لكن بموقفها هذا فرنسا خرجت عن بنود الميثاق، ولذلك فاضطررت يعني أن أتحدث بحيث ليس خروجا عن الموضوع وإنما استنكارا، لأن هي هذا فيه نوع من التنكر للقيم التي بورقيبة يعني صاغها مع نعم. مع شنغور ومع الأفارقة بالخصوص إلى آخره. ناخذ نسمع تفاعل الأستاذ عبد الكريم حزاوي. سي عبد العزيز، أستاذ عبد الكريم. طبعا شكرا فيصل. حبيت نتفاعل مع سي عبد العزيز في، ولكن هو تقريبا الفكرة عبر عليها نعم عبر عليها أفضل مني. أنا حبيت فقط أن نقول أنه الكتاب هذا في الوقت هذا التوقيت هذا مخاطرة في الواقع، يعني من سي عبد العزيز، وهي مخاطرة ناجحة أعتبرها، لأني أنا قريت الكتاب وعاودت قريته، ومثل ما قلت في البداية يعني هو رحلة معناها ممتعة هذه القراءة. لكن اليوم كما كان يقول سي عبد العزيز في الظرف هذا، يعني من يتحدث عن الفرنكوفونية في يعني وضع نحن فيه أمام بلد فرنسا اللي خطاب الكراهية متصاعد، اليمين أقصى اليمين متصدر المشهد السياسي، العنصرية والاستعلاء و المعادات كل ما هو أجنبي من الجنوب وانتصار لإسرائيل كامل، يعني وخاصة ما حصل ليلة البارحة مع تضامن كل احنا ظنينا انه معدلوا شوية لكن رجعوا بسرعة، لما رجعوا للموقف معناها المساند المنحاز والمنحاز تماما للرواية الصهيونية الظالمة. اللي حبيت ان ممكن الإضافة نخلي الكلمة بعد ونخلي المجال لزملائي، انه الرسالة اللي فهمناها من الكتاب هذا وانه الساحة الفرنسية فرغت من كبراء المستشرقين اللي كانوا عندهم سلطة معنوية وكانوا يحملوا أحلام وآمال صحيح نعم الأجيال الناطقة بالعربية، وهذا اللي أمثال أندري ميكيل وجاك بيرك ولوي ماسينيون إلى غير ذلك مقاش تعويضهم، يعني خلاو فراغ. اليوم للأسف الساحة الفرنسية ملآنة بكتاب أغلبهم يعني يكتبوا معناها على مسيرين للطيار اليميني المهيمن، يعني المهيمن السيد نعم، حتى المفكرين اللي من اليسار والمفكرين الكبار يعني تراجعوا، ما عادش تلقاهم حتى، ما عادش يستدعوهم حتى على المنصات الإخبارية. بالتالي ما الرسالة يعني هي أن في هالظرف هذا لا يجب أن يكون السلوك الحكومة الفرنسية حجة على قيم الفرنكوفونية كما أرادها أباؤها المؤسسون، يعني الحبيب بورقيبة، ليوبولد سيدار سنغور، أماني ديوري وغيرهم، اللي هما حبوها تكون يعني حركة متاع تحرر ومتاع تضامن
وكلهم كانوا قادوا حركات تحرر ضد الاستعمار، يعني ما كلش واحد ممكن يزايد عليهم في وطنيتهم. وبالتالي اليوم من الصعب ومن الجرأة التي تحسب لشيخ عبد العزيز قاسم أنه يكتب في هذا الجانب. وهذا هو الوقت اللي نحن في حاجة إلى هذه الأصوات الحكيمة التي تذكر بأن هذا البعد الفرنكوفوني هو بعد ثقافي تلاقى حضاري، وفيهوش حتى استعلاء أو استقواء أو احتقار لأي طرف، هو بالفعل يعني جانب ممكن أكيد أنه غذانا في جانب إنساني كبير جدا، معناته البحث عن الإنسانية مفقودة. نعم أي بالفعل، وهذه الإنسانية فقدت إلى حد ما مع كبار المستشرقين اللي تركوا، يعني اللي عرفناهم في الستينات وفي السبعينات، والأسماء كبيرة جدا وعديدة ومتعددة. نعم بالتالي اليوم يعني نحن علينا أن نعتبر أن التاريخ فيه مد وزجر وفيه فترات، يعني اللي يلزم بعض الأصوات ترتفع للتذكير بالمبادئ والقيم الإنسانية. نعم أستاذ أرسلان تفضل. سي عبد الحفيظ، أريد من جانب أن أتفاعل مع ما قاله الأستاذ عبد الكريم والأستاذ عبد الحفيظ. نعم. يعني فعلا الكتاب عن الفرنكوفونية في هذا الظرف هو ظرف من المخاطرة كما قال سي عبد الحفيظ، مخاطرة ومغامرة كبيرة جدا. نعم مغامرة كبيرة جدا، ونحن تذكروا معناها بعد 14 في كل ما يتحدث عن الفرنكوفونية يعتبر من حثالة الفرنكوفونية. نعم لكن الأستاذ عبد العزيز يعني قارب هذا الموضوع بهدوء كبير كما قال، وفي الحقيقة أنا حجبت أيما أعجاب بالطريقة التي تحدث فيها الأستاذ عبد العزيز قاسم عن الميماشويل مثلا اللي رد له الاعتبار. نعم. واعترف له بالجميل، لأن هذا الرجل اللي هو بالرغم من هو عن معناها رمز من رموز الاستعمار الفرنسي، كان هو الفضل في بعث مدارس في تونس منذ سنة 83 و100 وألف. ثم رد كذلك الاعتبار أو وجه تحية إلى عدد من المستشرقين منهم جبر الذي اعتبره يعني كرائد من أو داعي من دعاة التقارب بين العالم العربي وفرنسا، وتحدث عن إسهامات هؤلاء في أولا في تعزيز التقارب بين فرنسا والعالم العربي، ثم كذلك الخدمة اللي قدموها للغة العربية لأنهم كانوا مستشرقين ودرسوا اللغة العربية سواء في تونس أو في الجزائر أو في الجامعات الفرنسية. فسي عبد العزيز يعني سلك في هذا الكتاب مسلك المؤرخ، وأريد أن أتحدث هذا الجانب عن حملة نابليون بونابرت. نعم. أعتقد أن الأستاذ عبد العزيز قدم بأسلوب شيق يعني هذا الشوك سيديشو الحقيقة اللي هو كان صدام بين الشرق والغرب حملة نابليون بونابرت. نعم تذكرني بفيلم يوم السادس ليوسف شاهين 86. نعم فعلا يعني لم يقارب حملة نابليون من الزاوية العسكرية فحسب، بل حاول أن يبرز الفوائد التي حصلت من خلال هذه الحملة التي لم يكن لها فقط بعد عسكري بل كان لها كذلك بعد ثقافي وحضاري. ونحن نعلم جيدا أن هناك العشرات من المؤرخين من الكتاب من العلماء الأفار الذين تحولوا مع نابليون. نعم. وظلوا سنوات يعني ينقبون، وهناك عمل جبار يعني أضت إليه هذه الأعمال هو وصف مصر أو نعم كشف هذه الكنوز الأثرية الكبيرة. نعم موسوعي كبير جدا. إذن الأستاذ عبد العزيز قارب هذا الموضوع من زاوية التاريخ الصغير لبتيت إستوار،
وأعتقد أن يعني الباب المتعلق بحملة نابليون من أهم ما ورد في هذا الكتاب الذي قدم يعني إضاءات جديدة على هذه هذا التطور من العلاقات بين العالم العربي وفرنسا والذي أثار الكثير من الجدل. نعم أستاذ أرسلان، جرأة كبيرة من أستاذ عبد العزيز قاسم طرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات. نعم، وأنا أتفق مع هذا الوصف، لأن في الحقيقة انطلاق الفرنكوفونية كان مبني على فكرة أساسية، هي أن هناك علاقة متينة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لدوريف، بين الشرق والمغرب العربي وفرنسا. والكلمة اللي اعتمدها سي عبد العزيز، لا شوز فرانكو أراب ولا لا شوز أرابو فرانسيز، هي تسمية اللي تلخص مفهوم الفرنكوفونية، اللي هو يعتمد على علاقة تبادل، حوار، علاقة تلاقح، علاقة احترام متبادل، اللي ظهر أخيرا. وهوني قيمة هذا الكتاب وبرز أن هناك أزمة حقيقية بدأت منذ فترة، وبدأت تتفاقم هذه الأزمة، لأن كما وقع الذكر فما مناخ سياسي في فرنسا، وفي وهناك وضعيات هشة لجالية موجودة هناك، وخاصة أن هذه الأزمة الفرنكوفونية برزت بين العلاقة المتوترة بين عديد الدول الأفريقية وفرنسا، وبرزت كذلك من خلال الهجرة عبر قوارب الموت، وموقف فرنسا من القضية هذه. تناول هذا الموضوع دونك هو مخاطرة في الوضع هذايا، لكن المنهج الذي اعتمده سي عبد العزيز قاسم هو منهج مبني على بعدين. اولا هناك بعد تاريخي، ان فيزيون دياكرونيك دو لا كيسيون دو لا فرانكوفوني، ومن ناحيه اخرى ان فيزيون سينكرونيك اللي هي تتناول الموضوع من خلال الوضع القائم. هناك جذور لهذا الفكر كما أبرز في الكتاب سي عبد العزيز، أنه منذ ما قبل التاريخ تونس بصفة عامة والشعب التونسي يتقن عدة لغات، البربرية والبونيقية والإغريقية واللاتينية، ذكر هذا في صفحة ذرلي في بداية البحث متاعه، وظهر أن اللغة الفرنسية هي أول لغة غربية دخلت إلى العالم العربي، وبذلك أنه نلاحظ أنه هناك أجيال متعددة من رجال السياسة والفكر والثقافة حاولوا يبنيوا هذه العلاقة بين المغرب العربي وفرنسا. واللي لاحظته أنه كتاب عبد العزيز قاسم، سي عبد العزيز قاسم، لم يكن دراسة أكاديمية جافة تعتمد فقط الأحداث والأرقام والحجج، وأن الخلفية متاعها حاولت تتجاوز كل ما هو إيديولوجي، كل ما هو سياسي أو ديني. وقع بناء هذا الكتاب كأثر فني يحتوي على عدة فصول متلاحقة
متتالية تعتمد على ما يمكن نسميه ان جو دو رفلي و اي دو ميرواتمون, وكل فصل يمكن قراءته ودراسته كمرحلة معينة من الفرنكوفونية اون لوي ميم بور لوي ميم, وهو يبرز شخصية تمثل كان لها دور هام في جدلية العلاقة بين الشرق والغرب, بين العالم العربي وفرنسا. ولاحظت أنه كل فصل ينطلق من صورة لتلك الشخصية ويقدم ومضات سريعة عن حياة تلك الشخصية, عن دورها فيما يسمى ويسميه جاك بيرغ لا شوز فرانكو أراب. واللي لاحظته أن هذا الكتاب كما ذكروا أهل الحاضرين أن بعض الشخصيات اللي وقع أهمالها وطمس معالمها بدرجة أنك لا تجد, وهني ملاحظة دقيقة من طرف سي عبد العزيز قاسم, أنه حول لوي ما شوية لم يجد المكان الذي دفن فيه, وكان هذايا يدل أنه هذه الشخصية اللي كما قيل منذ حين هي المؤسسة هي في أي كان لها دور كبير, فقد عين في كمسؤول أول عن التربية عن ودافع بشراسة لبعث مدارس يأمها التونسيين والفرنسيين, وجعل القسم كما كان تلاقي بين هذه دونك قمنا في الحقيقة برحلة جميلة مع عدة شخصيات تونسية, شخصيات فرنسية, شخصيات مصرية مثل رفعت الطهطاوي, طه حسين, محمود المسعدي, جاك بيرغ, وهذا الكتاب أي في التصدير نعم. ولا والهدف واضح, يقول سي عبد العزيز قاسم صفحة 26 كالعادة قمت بالغوص في مجال التاريخ للبحث عن الحكمة. وهني لاحظ أن وهذا ما نفتقده نعم, وهذا اللي يجعل الكتاب هذايا في الحقيقة يعطي إضافة لمفهوم الفرنكوفونية ويعطيها أبعاد تاريخية من خلال هذه النظرة دياكرونيك تاريخية لهذا الموضوع. لكن منذ الصفحات الأولى نجد أن نظرة سي عبد العزيز قاسم كانت كذلك سينكرونيك, إذ عبر عن حسرته وعن شكوكه وعن خيبة الأمل متاعو أمام الوضع الحالي للفرنكوفونية. فالفرنكوفونية كما ذكر ذلك بدأت تفقد إشعاعها وبريقها, وخاصة البعد الإنساني لأسباب عديدة ذكرها. وكانت التعبير هذايا مبني على دراسات دقيقة لوضع الفرنكوفونية. أولا وضع اللغة الفرنسية, هوني أطلق صرخة فزع لأنه يلاحظ أن المناهج المتبعة غير ناجعة, ونعرف أن الفرنكوفوني بدون لغة الفرنسية هي بحد ذاتها تضمحل. وعلى مستوى اللغة نلاحظ أن المناهج المتبعة تعتمد خاصة على ما يسمى الجرامير تراديسيونيل, على الدراج يحفظها التلميذ ولكن بدون التطبيق. على مستوى القراءة هناك إشكاليات أخرى على مستوى التعبير الكتابي إلى آخره. فهذه ناحية أولى لتدل على أن الفرنكوفونية أصبحت في وضع لا يحسد. ثانيا
ثانيا الفرنكوفونية تعتمد على بناء فضاء حرية، حرية تنقل أفكار وأشخاص. لكن وجود التأشيرة وما حو وما أدرك من التأشيرة فيزا، نلاحظ أصبحت نوعا ما أحيانا فيها إهانة، أحيانا فيها إهانة، لكن خاصة أني هي شديد. نعم. هي ستنفران على البعد الإنساني الفرنكوفونية، وخلقت احتقان كبير جدا للغرب، لأنه التونسي ما يفهمش علاش ما ياخدش الفيزا، لأنه كيف يشوف أنه هو ليس فقط التونسي، العربي عموما. أي علاش؟ ثالثا، وذكروا هذا يا سي عبد العزيز، هناك تحالف بعض المسؤولين وخاصة وسائل الإعلام مع هذه المجزرة. وهوني نشير فقط إلى العملية المتواصلة بصفة مستمرة في بعض القنوات الإخبارية لتقديم صورة رهيبة جدا عن الفلسطيني كإرهابي والعربي كإرهابي، وهي حولت جميع مجالسها لتشويه صورة صورة المقاومة الفلسطينية. نعم. وأخيرا لاحظت، وهذا وقع ملاحظته، أنه كما ذكر خطاب الكراهية مع سعود اليمين المتطرف، هو في الحقيقة يتنافى، وكما ذكروا سي عبد العزيز، مع ميثاق الفرنكوفونية، مع مبادئ التسامح والحوار إلى آخره اللي ذكروه، ذكروا ميتيران، ذكروا شارل دوغول، ذكروا كبار رموز الفرنسي. رغم كل هذه المشاكل، فإن عبد العزيز قاسم متفائل في هذا الكتاب، لاحظت وشعرت به. نعم، هناك هدوء ودم بارد. نعم. خاصة أنه يعتبر أنه مهما كانت الصعوبات هناك هناك من خلال تجربته الخاصة، لأني قريت الكتاب كذلك ما نقولش مذكرات شخصية لسي عبد العزيز قاسم، إنما كشيء هو نابع من ذاته، من ذاته، من تجربته. لأنه أحيانا تجد لو جو كي يباري، لو جو متاع الكاتب، فهو يعتبر الفرنكوفونية ستنجح في تجاوز هذه المشاكل. وكذلك فإن اللغة العربية واللغة الفرنسية هم في حوار متواصل، ولاحظت هذا في آخر الكتاب، لأنه ما قدمه آخر الكتاب هو عبارة عن ديكسيونير، سورت ديكسيونير، يظهر فيه كيف أثرت اللغة العربية اللغة الفرنسية، وكيف أن اللغة الفرنسية هي في حد ذاتها في جزء منها تتفاعل مع كل ما هو عند في العالم العربي، لأن الشعوب تعايشت مع بعض. قدم لنا في آخر الكتاب أكثر، وذي اندهشت منه نوعا ما، أكثر من 400 كلمة فرنسية هي في الأصل عربية. كما قدم لنا في آخر الكتاب، وهذه قصيدة كتبت جميع أبياتها بالكلمات اللي أصلها عربي. فالفرنكوفونية الحقيقية هي في الحقيقة بحث عن لغة إنسانية، هي حلم عند كثير من المفكرين وكثير من الناس، حلم عند عبد العزيز قاسم الشاعر والمفكر والمؤرخ. ونقول أنه كيف ناخذ عنوان الكتاب، وعنوان الكتاب فقط، عندما يقول à la recherche d'un humanisme perdu، يوحي إلى كتاب à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. ويحاول الكاتب الفرنسي مارسيل بروست الولوج إلى الماضي بواسطة الفن
للوصول إلى الحاضر كما يحاول الكاتب عبد العزيز قاسم البحث عن الإنسانية بإعادة إحياء كبار الشخصيات التونسية التي هي وليدة الفرنكوفونية لكنها تجاوزت وحولتها إلى ثقافة تونسية كالحبيب بورقيبة كمحمود المسعدي. فكتابة قصصهم لأن في هذا الكتاب لأن قريته كذلك كوم ستوري تيلينج هي وسيلة ناجعة لإعادتهم للحياة ولإبراز رؤيتهم الإنسانية. البعد الثاني للكتاب على رشاش دان يومانيزم بيردو يومانيزم. لاحظت أنه في الغلاف في داخل الكتاب يومانيزم بورت une lettre majuscule. فهل الهومانيزم يعني الإنسانية بمعنى مجموعة من من الأحاسيس مجموعة من لي فالور التي تركز على قيمة وكفاءة الإنسان أم الهومانيزم هو تيار أدبي وفكري برز منذ القرن السادس عشر مرتبط بالنهضة جاء كرد فعل على التحشر ونكرار قيمة الإنسان. وبعض الباحثين في الميدان هذا كمدام عبد الكافي أو جميل شاك وغيرهم خايفين مباشرة عبد الكافي أي أنه الهومانيزم كتيار لم يندثر بل هو موجود عند كثير من الكتاب مهما كان المعنى الذي يطلق على مصطلح الإنسانية فهو ليس موجود بشكل عفوي حسب عبد العزيز قاسم ولكنه من خلال على رشيرش دان يومانيزم بيردو ولكنه موضوع بناء دائم من خلال الأجيال القادمة من خلال المدرسة. وهيك علاش الكتاب في الحقيقة 30 صفحة الأخيرة كانت رائعة جدا لأني لاحظت أنه لأول مرة قرأت الكثير عن الفرنكوفونية ولنا في كلية الآداب بصفاقس ماستر ماجستير خاصة تسمى الفرنكوفونية لي لتر لونغ فرانسيز او ميم طون. اللي لاحظته في الصفحات الأخيرة أنه 30 أو 40 صفحة الأخيرة أنه هناك دعوة صريحة لإعادة النظر في كل ما يشوب الآن الفرنكوفونية وأرجعها إلى أصلها إلى منبعها إلى جذورها الأولى كفكر كإحساس كقيمة. لأن الفرنكوفوني الموجود في نيجيريا وموجود في كذا في عدة بلدان أفريقية الآن ثائر بشكل كبير جدا كبير ضد الفرنكوفونية ضد لأن الرجال الموجودين الآن واللي مثلوها والسلطة اللي تمثلها قد فشلت فشلا ذريعا بشكل كبير جدا وهذا هي الغالب معناه يعود. وهوني نرجع إلى عنوان Enfin Bourguiba en vain. ونقول هوني Enfin Bourguiba sera là à travers ses idées, à travers ses. وبورقيبة يعني الكثير لدى الأستاذ عبد العزيز قاسم. نحب نشكر كل المستمعين اللي تابعوا فينا الآن عبر أمواج إذاعة صفاقس عبر الإنترنت. أخص بالذكر الدكتورة هادي عبد الكافي، الأستاذة وهيبة قوية، الشاعر المبدع هادي عايش، الدكتور أحمد السماوي من سوريا تتابعنا، الشاعر السورية الكبيرة وفاء دلة، كذلك الدكتورة سلوى ذياب المستمع الوفي لإذاعة صفاقس سعاد القلسي، زميلتنا الإعلامية زهرة النفاتي، زهير فورتي، الدكتور مراد الشابي، كذلك الأستاذة سعاد القرقلي من مستير، كذلك الأستاذة من قليبيا عايدة بن جنات، الأستاذ الشاعر المبدع مراد الأحياني، الأستاذ علي العامري فكرية الغرياني، الأستاذ
الأستاذة جمرة النايلي، كذلك الدكتورة سويرة شبشوب، كذلك الكاتب الكبير والأستاذ المبدع عفيف البوني، الأستاذة ثريا غربال، الأستاذة وفيقة محفوظة، كذلك سعاد بوعزة، الأستاذة أسماء بن عيد قويعة تتابعون وأستاذ لغة الأدب الفرنسي، كذلك الأستاذة منى مجري، مروى القصيبي، سامية سماوي، كذلك الأستاذ بشير المشرقي الشاعر المبدع من بنزرت، الأستاذة المبدعة والكاتبة المعروفة نجاة دهان عفتاح العربي، كذلك الأستاذة والشاعر المبدعة سامي عمار بوعطور. شكرا لكم على المتابعة. أعود إلى الأستاذ عبد العزيز قاسم، لكن قبل ذلك نعمل استراحة غنائية مع عامل هادي جويني، لأترك المجال لعبد العزيز قاسم أن يعلق عما قاله الأستاذ أرسلان بفرحات، الأستاذ عبد الحفيد الهرقام، والأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الكريم الحزاوي. تبعني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة، دنيا تفن وكيف وعيش بنينة، وعيش بنينة، ومن دنيتهم فوقنا يا زينة. تبعني نبني ودنيا حرة في سماها نضوى وشمس وقمرة، تبعني نبني ودنيا حرة في سماها نضوى وشمس وقمرة، في تراها نحيا وردة وزهرة، ونعيش في جوها المسحور عصفورة وعصفور عيشة بنينا. تبعني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة، تبعني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة، ومن فنك وعيشة بنينا، وعيشة بنينا، ومن ذلك ودنيا بنينا. أنا وإنتي والربع والنسمة، أنا وإنتي والوتر والنغمة، أنا وإنتي والربع والنسمة، أنا وإنتي والوتر والنغمة، مرة تزهق قلوبنا من كلمة، ومرة تلقى دموعنا بلا حد تنزل فوق الخد وطروينا. بعني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة، بعني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة، بنوكي وعيشة بنينا، وعيشة بنينا، ومن ذلك هم يفينا. Thank you.
ما ترضاش باش نحياها هالعيشة للقلب يتمناها إذا ما ترضاش باش نحياها هالعيشة للقلب يتمناها خلي نبكي حيا ضيعناها والورد اللي بدمنا سقيناه يا خسارة قتلناه دين دينا تبعني نبكي وكل يدينا كل يدينا تبعني نبكي وكل يدينا كل يدينا دنيا تفن وكيف وعيش ابنينا وعيش ابنينا ومن دنيتهم فكنا يزينا إلى مسارات إبداعية وكتاب الأستاذ عبد العزيز قاسم على ريشيرش دائمانيزم بردي. أستاذ عبد العزيز تعليق عما قاله الأستاذ أرسلان والأستاذ عبد العفيف والأستاذ عبد الكريم. بارك الله فيهم. يعني هناك مزيد من التعمق في هذا النص الذي كتبته بشيء من التعب ومن المغامرة. هناك بعض جزئيات يعني ناخذ كلمة إيمانيسم. بطبيعة الحال إيمانيسم يعني هو نوع من ما نقولش إيديولوجيا ولكن هو منزع من منازع عصر النهضة اللي هو حب يرجع إلى الجذور الإغريقية اليونانية. هذا كلام في منتهى الأهمية. لماذا؟ لأنه في الوقت الحاضر الصهيونية خلقت مفهوم جديد هو الجذور يعني اليهودية المسيحية وجعلوا من اليهودية المسيحية هي شيء واحد ومتضامن ومتكاتف وأصبحت جبهة دينية. وهذا غير صحيح ثقافيا. ثقافيا نحن ننتسب إلى حضارة اليونان وحضارة الـ يعني اللاتين يعني الرومانية وإلى هل الحضارة الناشئة اللي دخلت في الركب بتاعهم. هناك صدر كتاب مهم منذ بضع سنوات ردا على توجهات جامعية حديثة مناهضة للعروبة مناهضة للإسلام. وهذا الكتاب اسمه كتبوه علماء بعنوان les Grecs les Arabes et nous يعني الفرنسيين يعني الإغريق والعرب ونحو العرب شكلوا في وقت من الأوقات همزة وصل بين الحضارة اليونانية والحضارة الغربية نفسها اللاتينية أو نستطيع أن نقول الرومانية يعني اللغات المستخرجة من اللغة اللاتينية واللغة العربية قادرة أن تكون همزة وصل من جديد تأخذ وتعطي. هذا شيء مهم للغاية وإحنا مناش معترفين به. هذا عيب. هذا مش معقول عنا. احنا في البورس هذه الثقافية الدولية العالمية احنا عندنا أرصدة كثيرة. احنا نريد ان نتخلص من كل ما هو غربي بما في ذلك أرصدتنا نحو في هذا المجال. فكلمة إيمانيسم كيف ترجمت؟ لأنه طلب إلي أن أترجم يعني البحث عن إيمانيسم. يعني أنا لقيت أنه هناك ما يستعمل المنزع الإسلامي. الإنسان أو الإنسانوية. الإنسانوية هي
على ماذا تقوم الإنسان؟ هو أنه الإنسان هو المبدأ وهو المنتهى أيضا. الإنسان هو الكل، وهذه فكرة جاءت من العصور القديمة، وخاصة من أحد أبناء قرطاج اللي هو تيرانس، الذي يقول أنا إنسان وكل ما يتعلق بالإنسان ليس غريبا عني. يعني إحنا هذه تونس بتاريخها القرطاجي والعربي لها مركز وموقع حضاري في منتهى الأهمية، لا يمكن أن نفرط فيه. فهذه من ناحية. من ناحية ثانية، أنا يعني سئمت الجدل، سئمت سماع المجادلات العقيمة، أنه كل مرة تقعنا مشكل مع فرنسا، فرنسا الليبيا اللي عليها، إذن لغة المستعمر نحيوها. ولدي دخل لغة المستعمر يا اخي؟ هو احنا عن المشكله نتاعنا عمره ما كان مع فولتير، عمره ما كان مع روسو، عمره ما كان مع مولير. مشكلنا كان سياسي مع قوه سياسيه انا زاد استعمرتنا وكافحناها وقاومناها بلغتها وبالقيم اللي هي بشرت بها، عكسناها ضدها. فهذا من ناحية. من ناحية ثانية يقول لك لغة المستعمر ونبدلوها بالإنجليزية. نعم، والإنجليزية مش لغة استعمار. من الذي خلق الاستعمار غير الإنجليز؟ الفرنساويين تلامذة في الاستعمار. نعم. أما المعلمية الأساتذة هم الإنجليز، أصحاب وعد بلفور مثلا. فمش معقول تطبق لي إنه اللغة الفرنسوية هي لغة استعمار أما الإنجليزية باين. لا لا، مع أني مقول بالإنجليزية، بالعكس، هي كلمة كولونياليزم أول ما بدأت هي كلمة إنجليزية. نعم. وتقالت من باب الاستحسان مش من باب وصف إيديولوجيا ولا حاجة. فهذا كان لابد من توضيحه للزيونة. نحب نقول لهؤلاء الناس اللي مازالوا يجادلوا يزيون من كلمة التعويض لغة الاستعمار، ما فيش لغة استعمار. وبورجيبة قالها، قال أنا هذا في خطاب موريال عام 68. نعم. يقول راهو علاقاتي بفرنسا غير جيدة، ولكن اللغة الفرنسية شيء آخر. ويقول أنا باللغة الفرنسوية نحب ندخل في المنظومة الحدثية العالمية الإنسانية. حيث بوريبا كان واضح ذلك، علاش أنا قلت كان لابد أننا وأكثر إنسان حارب الاستعمار وقاوم الاستعمار هو الزعيم بوريبا. نعم، قاوم الاستعمار بلغته. اثنين، توا حاجة ثانية اللي أنا حبيت أيضا نشير لها، هو أنه احنا علاقاتنا كما قلت القديمة في العصر في التاريخ القديم كانت مع روما، قرطاج وروما هما القوتان الأعظم في المتوسط في وقت ما. التاريخ هكذا أراد، روما انتصرت على قرطاج، ولكن قرطاج حافظت على أمجادها وحافظت على رونقها وحافظت، وهي اسم كبير جدا في التاريخ. الشيء اللي حب نقوله أنا، عندما ننظر نضع روما جانبا، راهو علاقاتنا الثقافية مع فرنسا علاقات تاريخية. قلنا بونابارت جاء، وكلمة فرانكو عرب لأول مرة قيلت عام 1800. نعم. وقت كلمة أنه هناك علاقات لابد من أنها تتطور بين هذا، وفعلا هي رأي بونابارت هذا قعد 3 سنوات، يعني الحملة الفرنسية بقيت 3 سنوات فقط، مش قعدت 75 مثل ما عندنا أو 130 في الجزائر أو أكثر من ذلك في الاستعمار البريطاني. هي 3 سنوات كانت
نوع من اللقاح الحضاري. وكان لها تأثير كبير جدا الحملة الفرنسية. نعم. احنا عندما نقول النهضة العربية، عصر النهضة اللي هو 100 سنة، واللي انا نقدروا انه من يعني المنارتين اللي هي رفاعة الطاطاوي طه حسين، يعني هما منارتا او ركائز النهضة، ما سمي بالنهضة العربية. هذه النهضة هي وليدة الحملة الفرنسية. هذه حقائق تاريخية. ثم إذا تعمقنا في التاريخ الثقافي نجد أن شعراء التروبادور في القرن 12 ميلادي في جنوب فرنسا، وهي حركة شعرية من أهم حركات الشعر، تأثرت تأثر عميق بالشعر العربي الأندلسي، طبعا من ناحية إسبانيا في ذلك الوقت. فإحنا هذه العلاقات هي علاقات تاريخية لا يمكن أن نرمي بها يعني في المزابل بصورة عشوائية. أنا أقول يا ناس أقرأوا التاريخ واتقفوا وراه بلا حال دوم. إحنا عنا علاقات الآن رديئة، لكن مش بالضرورة هذا سيكون هذاك هو المستقبل أبدا. نعم. إحنا ندافع عن مبادئنا، ندافع عن حضارتنا، ندافع عن إسهامنا في المتوسط، مش معناها. فالموضوع المهم احنا عندما نقول فرانكو أراب فيها اللغة الفرنسية فيها اللغة العربية. نعم. هي ثنائية اللسان. فبحيث هذا الكتاب اللي أنا حبيت نجعله أيضا دفاع عن اللغة، أن ندافع عن اللغة الفرنسية، لكن ندافع أيضا عن اللغة العربية في فرنسا. فرنسا المستشرقو الاستشراق الفرنسي قدم خدمات جليلة للغة العربية. طبعا الاستشراق الإنجليزي أيضا والاستشراق الألماني خاصة، أما الاستشراق الفرنسي ابتداء من تلبس الدساسي مرورا ب مرورا ب جاك بيرك بطبيعة الحال، أما قبل جاك بيرك لوي ماسينيون، وبعد مع صديقنا أندري ميكيل. هؤلاء قدموا خدمات جليلة، وكانت دروس العربية في السوربون دروس عالية جدا. والأجريغاسيون دراب في فرنسا كانت لها قيمة دولية في أي مكان. قلوا أجريغاسيون دراب من السوربون كانت محترمة احتراما كليا. نعم أستاذ عبد الكريم الحزاوي، رسالة. نعم تفضل. في نفس السياق تفضل سي عبد الحفيظ. شكرا. يعني تتم لما تفضل به أستاذ عبد العزيز، وهو رسالة قوية يقدمها الأستاذ عبد العزيز قسم. نعم. عراقة العلاقات العربية الفرنسية. هنا أريد أن أشير إلى باب مهم يحمل عنوان سورتير دو سابروفانس، والذي يتحدث فيه الأستاذ عبد العزيز المؤرخ في هذا الكتاب عن الحضور العربي في جنوب فرنسا. هذا الحضور الذي ربما أنكره أو تجاهله بعض المؤرخين، فأستاذ عبد العزيز يعني يسلط أضواء كاشفة على تجليات هذا الحضور في هذا الجزء من فرنسا، يعني حضور ثقافي لغوي، وتحدث بالطبع عن تأثير اللغة العربية في اللغة الفرنسية، وهناك المئات من الكلمات التي هي من أصل العربي. وكما قال الأستاذ رفلان، فإن الأستاذ عبد العزيز أتحفنا في نهاية الكتاب ب400 كلمة تقريبا، يعني جمع فيها جملة من الكلمات ذات الأصول العربية. وكما قلت يعني هناك العديد من هناك المئات من الكلمات اللي من أصل عربي، مما جعل كاتب
جون تريفو يكتب كتاب أو يؤلف كتاب عنوانه هو عنوان مستفز بالنسبة للفرنسيين نوزانسيتخ لزغا. فوددت أن أشير إلى هذا الجهد الكبير الذي أو هذا الجهد البحثي الكبير الذي قام به الأستاذ عبد العزيز ليسلط أضواء كاشفة على تجليات الحضور العربي في جنوب فرنسا ليثبت هذا التراشح وهذا التلاقح الثقافي بين بين العرب والفرنسيين. نعم أستاذ عبد الكريم حزاوي. نعم رسالة الأستاذ عبد العزيز قاسم قوية جدا في هذا الكتاب للتأكيد على هذه الثقافة المتينة الثقافة الفرنسية العربية. يعني هو كما تحدثنا وكما أشاروا معنا الأخوة قبلي وكما ذكر سي عبد العزيز يعني التوقيت متاع إصدار مثل هذا الكتاب في الوقت اللي نسمع يعني أصوات تنادي بالقطع مع فرنسا لأن موقفها عنصري ومعناها موقفها غير متوازن كما كانت ولما لا نتجه لاستعمال اللغة الإنجليزية عوضا عن الفرنسية. يعني هذا الكل اليوم نسمعوه يعني نعم نسمعوه في عديد حتى في الوسائل الإعلامية معناتها ونستسهلوا احيانا يعني ناس فما ناس يعني تسوق لهذا وهذا علاش نتمنى انه سي عبد العزيز يكون عنده جهد باش يترجم هذا الكتاب الى العربيه على خاطر احنا نتحدث على ازدواجيه اللغه والجيل اللي احنا ننتمي له هو جيل يعني على الأقل متمكن من اللغة الفرنسية متمكن من اللغتين ولكن هذا الجيل للأسف الشديد للأسف اليوم لما تكتب بالفرنسية يعني ثم عديد الشرائح والقراء اللي ما يقبلوش على قراءة كتب نعم. فرنسية وبالتالي إن شاء الله إذا هو يشرف يترجمه بنفسه أو يشرف على من يترجم هذا الكتاب حقيقة فيه فائدة كبيرة. لماذا؟ لأن أولا المبادئ الكونية والإنسانية التي تقوم عليها الفرنكوفونية ليست نابعة من فرنسا فقط يعني نحن كلنا ساهمنا في وضعها وفي تطويرها كل من يكتب بالفرنسية سواء كان يعني من أفريقيا أو من آسيا أو من القارة الأمريكية أسهم بقدر متفاوت ولكن أسهم بالتأكيد في هذه الرابطة اللغوية الفرنكوفونية التي هي رابطة تضيف لما نحن ما لدينا من رصيد من لغتنا العربية ولا تأخذ منها شيئا. وبالتالي أتمنى أنه الرسالة الموجودة معناها في هذا الكتاب اللي هي بالفعل يعني رسالة كونية رسالة تتجاوز الظرف الحالي الذي نعيشه وتحيط بنا هذه الأصوات التي تبثها قنوات فضائية من فرنسا وغيرها وكلها خطاب كراهية وكلها خطاب عنصرية وأبعدت بلد مثل فرنسا اللي هو كان مفروض يكون بلد حقوق الإنسان وبلد يعني العدالة دعوة للعدالة وللحق لحقوق الشعوب اليوم يعني بالفعل نحن نعيش في زمن التأشيرات المرفوضة والإهانات المتكررة لمن يطلب التأشيرة من فرنسا ونعيش في هذا الوضع الذي نحن غير يعني متكافئون وأنا يبقى أن هذا الكل تقريبا لا يبرر بالمرة أن ننسى الإضافات التي كسبتها فرنسا من العرب والإضافات التي كسبها العرب من فرنسا عبر التاريخ منذ قرطاج ومنذ تلاقح الحضارات
بين الغرب شمال المتوسط وجنوب المتوسط، ومرورا يعني بالدور الذي لعبته اللغة العربية في تمرير وإبلاغ الحضارة الفلسفة اليونانية بالأساس للغرب، مرورا بأمجاد الأندلس وما مكنته يعني من تعايش سلمي ومن تبادل حضاري بين يعني الحضارة العربية الإسلامية والثقافات الأوروبية. يعني الكتاب في الواقع نجد فيه كل هذا، ونحن في حاجة إلى يعني مثل هذا الأمل الذي يذكرنا بأوقات مشرقة بأصوات كانت أصوات نبيلة تتكلم عن الحق من بالفرنسية ومن فرنسا بذاتها. ويعني لا نيأس أمام الوضع القاتم الحالي الذي تطغى فيه أصوات الكراهية، وكم نحن في حاجة أيضا من فرنسا ومن الضفة الشمالية للمتوسط أن تكون هناك مزيد من الأصوات التي تذكر بهذا الحوار العربي الأوروبي وبهذه الأداة التي هي اللغة الفرنسية التي لعبت هذا الدور. وكما قال سي عبد العزيز علينا أيضا أن نعتز بأن لغتنا العربية يعني هي لغة حضارة أيضا ولعبت دور وما زالت. وبالتالي في نهاية المطاف ما يسعني إلا أن أثمن الجهد الذي بذله الأستاذ عبد العزيز قاسم. ونعرف نحن معشر الأكاديميين معنا قيمة التضحيات التي يقتضيها مثل هذا الكتاب في البحث الوثائقي وفي التثبت من أي تفاصيل يذكرها الكاتب، لأن القارئ لا يرحم يعني عندما يجد خلل أو خطأ. بالتالي مرة أخرى أثمن يعني هذا الكتاب، وأتوقع أن يكون له انتشار وأثر واسع، ونحن على أبواب معرض الكتاب بالتأكيد يعني ستكون يعني هذه الافتتاح يوم 19 أبريل. نعم نعم يعني هذا سيكون يعني منصة ممتازة للتعريف بإبداعات وإنتاجاتنا الأدبية والفكرية، ومنها بالطبع كتاب سي عبد العزيز. وأعتقد أن هذا الكتاب سيبقى في المشهد يعني مدة بضعة أشهر أو أكثر. وأنا يعني نعم أستاذ عبد الكريم احنا اقتربنا من نهاية المشوار في هذه الحصة في مسارات إبداعية تقريبا أقل من نصف ساعة. نحب نسأل الأستاذ أرسلان فرحات عن أسباب تردي اللغة الفرنسية، وهذا الكتاب يعطي أمل لهذه اللغة الجميلة والرائعة. قبل ذلك 5 دقائق عودة إلى الزمن الجميل، إلى أم كلثوم في أغنية تقطوقة من زمن الأربعينات مدام بتحب بتنكر لي جوهر، ونعود لنختم هذا اللقاء في مسارات إبداعية مع الأستاذ عبد العزيز قاسم، مع عبد الحفيظ الهرقام، عبد الكريم الحزاوي، وأرسلان بفرحات. Madame, serve-moi.
نعود بعد هذه الرائعة جامعة أحمد رامي ومحمد القصابجي وأم كلثوم لمواصلة المشوار وتقديم الجزء الأخير في كتاب على ريشيرش دانيومانيزم بردي للأستاذ والكاتب والعالم الكبير عبد العزيز قاسم. أستاذ أرسنا، سألتك عن تردي للغة العربية. قبل أن أجيب على هذا السؤال، أريد أن أذكر أن في الحقيقة صوت سي عبد العزيز قاسم هو صوت رزين وقوي، قوي جدا، قوي. وأتمنى أن الندوة القادمة مش عدها مخبر لاريديام واللي يشرف عليه سي مصطفى طرابلسي ويشرف على ماجستير لليتراتور فرانكوفون اي لليتراتور اي لا لونغ فرانسيز، سيعد ندوة حول فرانكوفوني اي ليتراتور اوجوردي. واتمنى حضور سي عبد العزيز في هذه الندوة اللي مش تقعد في اكتوبر السنة ان شاء الله في صفاقس. اي في صفاقس. نعم. اذكر في كتاب سي عبد العزيز اسباب تردي اللغة، واذكر انه السبب الاساسي هو المناهج المتبعة واللي مقدش تتماشى مع حاجيات وبروفيل معناها العصري للتلميذ، واللي تعتمد كثيرا على القواعد الجاهزة اللي يحفظها التلميذ، لقى يعرف بالضبط القاعدة اللي يعتمدها في استعمال السوبجونكتيف، لكنه كيف يتحدث بالفرنسية ما يستطيعش استعماله لأنه المنهج ركز على الاسبيت تيوريك ونسى لو كوتي براتيك. السبب الثاني هو الكتاب المدرسي، يزمنا نعرفه، وهذه حاجة اللي أشرت لها عدة مرات. الكتاب اللي استعملوه تلامذة تو وقع ليلابوراسيون تاعو كتابته سنوات 1988 ولم يقع تحينه بدرجة أنك تاخو كتاب تلقى في العادة تلقى الدات متاع وقتاش وقعت ليديسيون، كيف يشوفها الولي يطالب من المكتباجي متاع يقول له متاع السنة مش متاع السنة الماضية. توقع فسخها. علاش؟ لأنه الكتاب ما يتغيرش، التلميذ يتغير. فإذا فالكتاب أصبح هو اون دو سا دو سكي دوموندي، ما تطورش حتى في اللي سوبور معناه النصوص المستعملة. والتلميذ يختلف مع التلميذ في الثمانينات التسعينات على الفيلم. السبب الثالث هي علاقة التلميذ مع الوسائل الحديثة، معناه تلقاه وقته كله حول كل ما هو بورتابل، كل ما هو صورة وفيديو. نعم. وتلقاه هو كيف يكتب، يكتب صديقه عنده لغة كود خاصة به. نعم. أنا أحيانا حين نتلقى رسالة عند طالب لا أستطيع قراءتها، ونطلب من بنتي ولا ولدي ونقول له بربي اقراها لي، ما فهمتش يحل الشفرة، لانه كتابات تعتمد على حذف الفعل لو فيرب نيكزيست بلو، استعمال في عوض اللاتر، يستعمل شكل نتاع اكس ويستعمل كاتر بور دير كلك شوز دوت ايتترا. دونك هناك طغيان هذه الوسائل، طغيان هذه الكتابة، اختفاء الكتاب في عالم الطفل. يجب إرجاعه، يجب إرجاع الكتاب بعدة وسائل. أنا من الأشياء اللي عجبتني في كتاب، تسمح لي بالكتاب، الأستاذ عبد العزيز، هو الشكل الخارجي. نعم.
للكتاب. شكل خارجي الكتاب سي عبد العزيز ما يسميه جينات عتبة الكتاب السوي دو ليف، وهي مكونة من الغلاف، من العنوان، من صورة الغلاف، من المقدمة، من عناصر. كيف تشوف فقط الغلاف متاع الكتاب هذية، تشوف أنه هناك بحث وهناك نوعا ما في الشكل متاع الكتاب هذية الصورة. وقد نجحت دار النشر ليدرز في إعداد هذا الكتاب وتقديمه كأثر فني، ونجح ومعناها أصبح معناها الغلاف الكتاب ليس فقط لحمايته ككتاب، أصبح هو نفسه يحمل لوحة فنية، وهذا تقريبا موجود اسم الفنان متضمن المحتوى الكتاب. نعم، أي تدفق ألوان متنوعة ومتداخلة، واللي هي توحي من ناحية إلى الأزمة اللي عبر عليها سي عبد العزيز قاسم عن الفرنكوفونية، أزمة كبيرة، ومن ناحية سوء تدريس الفرنسية. تلقى عناصر أخرى داخل الكتاب، كاتريام دو كوفرتور نفس الشيء. نعم، اللي حبيت أشيره أنه عديد من دور النشر حاولت بوسائل متعددة باش تخلق ما نسميه اليوم أدب الطفل، وسكون نابل أسي لليتيراتور بور لا جنس. وهذا الكتاب وعنا كدار نشر يمامة وغيرها تخو كتب كما مدام بوفاري ليدوكاسيون سنتيمنتال وغيرها، وتقوم بتكليف لجنة بور لادابتي للتلميذ واللي يبلغ عمره. وتلقى نفس الكتاب مثلا تلقى سان فامي، وخلي الطالبة تختم على الموضوع هذايا في الماجستير متاعها. تلقى سان فامي عندك 4 فيرسيون، فيرسيون بور ليسيان، فيرسيون بور ليليف على ليكول بريمير، بور لو كوليجيان، وان كاتريام فيرسيون اللي هو الكتاب الاصلي. وكل فيرسيون تعتمد على خطة واضحة من ناحية اللغة، من ناحية اللغة، من ناحية الجرامير، من ناحية تقوم بعملية دي سوبريسيون دي ترانسفورماسيون لإعداد التلميذ يتماشى مع التلميذ. ونجحت سفيقس في حاجة اللي عجبتني، وهوني نشكر الفريق اللي الهادي مقديش المتفقد في إعداد ما يسمى بمعرض كتاب الطفل. نعم، وهو أصبح تقليد سنوي في سفيقس. نعم، ونتمنى المعرض الكتاب 19 أبريل في تونس. نعم، في تونس ينجح. ونتمنى أنه هذا الكتاب على رشاش دان هومانيزم بيردو يقع ترجمته، لأنه أعتقد أنه سيكون له نجاح، له وقع كبير. نعم، وصلنا تقريبا لنهاية المشوار، ناخذ كلمة الختام من الأستاذ عبد الحفيظ، ثم سي عبد الكريم، ثم الأستاذ عبد العزيز قاسم. نبدأ مع سي عبد الحفيظ الهرقام ختاما لهذه الحصة ولهذا اللقاء الممتع مع الأستاذ عبد العزيز قاسم. أعتقد هي حصة استثنائية، كيف نختم هذا اللقاء؟ والتحية للأستاذ الكبير عبد العزيز قاسم. أستاذ عبد الحفيظ، نعم، قطع الخط. في تقديري صدور هذا الكتاب يمثل حدثا، وكل مره يعني استاذ عبد العزيز يكتب يؤلف كتاب الا ويقدم اضافه كبيره جدا للمكتبه التونسيه. نعم، كبيره جدا. انا شخصيا اعتبر الاستاذ عبد العزيز قاسم احد صاغه الادب العربي والفرنسي، وهو مثال حي للمثقف الذي يحلق اللغتين، اللغة العربية واللغة الفرنسية، وهو يتمتع حقيقة بثقافة موسوعية كبيرة جدا ما شاء الله. نعم، وشيء اللي ما
يميز عبد العزيز هو يعني سعة ثقافته، ثم يعني اطلاعه على أمهات الكتب من العصر القديم إلى يومنا هذا يعني. ولا شك أن هذا الكتاب سيكون له صدى كبير يعني في الأيام القادمة وفي معرض الكتاب، وأنا ويستحق أن يكون محور لرسائل الماجستير والدكتوراه، لأنه كتاب مهم جدا معناته من جميع النواحي، من اللغة، من التاريخ، من كل النواحي معناته، من العلاقات السياسية. نعم. أنا من الناس اللي أشكو أسلوب الكتاب عند الأستاذ عبد العزيز، فأسلوبه يعني أسلوب أنيق، كتاب تميز بجزالة اللفظ وعمق الفكرة، ويعني القارئ الحقيقة يستفيد أي استفادة من قراءة هذا الكتاب أو الكتب الأخرى أو أشعار الأستاذ عبد العزيز. وأعتقد أن هذا الكتاب سيكون له حضور كبير في معرض الكتاب اللي سينظم في الأيام القليلة القادمة. نعم أعتقد أستاذ. نعم تفضل. نعم مرة أخرى يعني أهنأ أخي وصديقي الأستاذ عبد العزيز قاسم بصدور هذا الكتاب، وأشكرك أنت سي فيصل شكر جزيل على اهتمامك بهذا الكتاب وكذلك إسهامك في نشر الثقافة، وهذا أعتقد من دور الإذاعة، أعتقد دور مهم جدا. نعم القطاع السمع البصري العمومي، والحقيقة إذاعة سقس تبذل فيه مجهود كبير في هذا الإطار، فشكرا جزيلا لك ومن خلالك إلى إدارة إذاعة سقس. كل الشكر بالسيد عبد الحفيظ الهرقام. نحب نأخذ كريك قبل كلمة الختام، أعتقد سي عبد الكريم الحزاوي غدرنا، نأخذ كلمة الختام من أرسنان بالفرحات، نهاية اللقاء وهذا هذه السهرة الممتعة مع الكبير بالسيد عبد العزيز قاسم. أنا وشاطر ما قيل، وقد عجبت كثيرا بهذا الكتاب، لأنه كما قيل سي عبد العزيز قاسم يتقن إتقانا كبيرا اللغة الفرنسية، وهي لغة أنيقة جدا ولغة معبرة. واللي أعجبني أكثر هو أنه في هذا الكتاب نجاحه من خلال هيك ما يسمى هيكلية الكتاب وتحويله إلى مقاطع، كل مقطع أو كل فصل هو في حد ذاته يمكن قراءته في حد ذاته. وأنا أعتقد سيتحول هذا الكتاب عند طلبتنا إلى مرجع، لأنه يتميز من ناحية بالرزانة وبعمق، وكذلك هو يعطي فكرة واضحة عن مفهوم الفرنكوفونية وعن أبعادها على مستوى الفكري وعلى مستوى الإنساني وحتى على مستوى ما ستضي إليه. هذه العلاقة اللي بناها سي عبد العزيز قاسم بين اللغة كأداة تعبير وكمصدر إيحاء والفرنكوفونية، خلص نوعا ما هذه الست نوسيون لا من كل ما تحمله من أبعاد غير صحيحة من أحكام مسبقة. نعم. هو في هذا الكتاب خلصها من هذا الكل، وأنا معناها شكري لي كذلك، لأنه قام بعمل جبار في المراجع اللي استعملها، وكان دقيق جدا في محاولته البحث عن وربط ذلك بأحداث غزة وما يحدث الآن في الشرق الأوسط. لأنه سي عبد العزيز عندما ينظر إلى قضية الفرنكوفونية ينظر لها كرجل من ناحية كرجل تاريخ، ثم كومتيموا كصحافي. نعم. يعيش كشاهد حقيقي. وين اللي عجبني في الكتاب رغم يمكن هو ما يوافقنيش كثيرا، أنه فيه بعد شعري
معناه في نوعا ما في هيك الكادونس دي فراس وهو الشعر وهذا ليس بغريب عنه. لأنه عبد العزيز قاسم الشاعر يتداخل مع عبد العزيز القاسم الباحث وأعطى للغته والكتابه أبعاد جمالية. معناها كثير من المقاطع تحولت إلى صور. نعم. خليه كلمة الختام للأستاذ عبد العزيز قاسم. كل الشكر أستاذ أرسلان. أستاذ عبد العزيز ماذا بقي لي أن أقول سوى أنه شكرا سيفايصل، شكرا جزيلا على جمعك المتميز من أساتذة، يعني أنا أفخر بأنهم قرأوا كتابي بمثل هذا التمعن وبمثل هذا أيضا التعاطف أيضا، فشكرا يعني للجميع، شكرا للأستاذ عبد الكريم حزاوي. نعم. الذي يعني غادرنا لكنه مازال موجود يعني وكلامه يرن في. نعم نعم. اي ما الاستاذ عبد الحفيظ، استاذ عبد الحفيظ انا اعتبره شريكي، رفيق درب، رفيق درب الكتاب، وقد اتحفني بمقال في ليدرس الأخير. نعم. مقال أنا أعتبره يدخل في باب النقد الأدبي بكامل الصلاحية وبكامل الإبداع. الأستاذ أرسلان، تعليقا على ما تفضلت به فيما يتعلق بالندوة المزمع إقامتها حول اللغة الفرنسية بصفاقة، أقول لك أكون سعيدا بحضور مثل هذه الندوة. والآن أعتقد أنك بعد أن قرأت أنت الكتاب وأنت تعرف أنك ستخصه بشيء من من الحظوة، يعني في سيكون هناك مقال قريبا نقوله علنا معناته، كنا نتحدث عن الكواليس عن ذلك. نعم. شكرا، وهذا يشرفني. حبيت نرجع النقطة الأخيرة، هي أنه على قلت أن أيضا اللغة العربية تهمني بطبيعة الحال، أنا أدافع عن اللغتين العربية والفرنسية. نعم. منذ 4 سنوات يعني في حوالي سنة 2020 الرئيس الفرنسي ماكرون ألقى خطابا في منتهى الأهمية، تحدث فيه عن اللغة العربية في فرنسا، ويقول إنه اللغة العربية لابد أن ترجع في المدارس وفي الجامعات الفرنسية إلى ألقها القديم السابق، ويقول يهمني أن يعرف شبابنا الفرنسي وشبابنا الذين يعيشون معنا أن يدرسوا ابن رشد وابن خلدون. لكن أثار ضده هذا حفيظة اليمين المتطرف ويشتموه، قالوا له اللغة العربية هي لغة الإسلاموية ولغة الإرهاب، وهؤلاء ناس يعني في قلوبهم مرض حقيقي فعلا. يعني يجب أن نعالج، بينما الحقيقة هي أن اللغة العربية قبل كل شيء ليست لغة الإسلام وحده، بل لغة المسيحية أيضا، هي لغة القرآن الكريم. نعم. هي سابقة لكل هذا. ولكن أذكر يعني هذا الخطاب لماكرون، لم يجد العرب من العرب من يسانده ومن يؤيده في ذلك، بينما هذه خطوة إيجابية كان علينا أن نبذل كل أن نتشبث بها. نعم. أيوة. هذا يعني أيضا حبيت. نعم، في أقل من 20 ثانية تفضل أستاذ. نعم. أنا خلاص يعني أنا هذا. نعم. عندي كل الشكر أستاذ عبد العزيز قاسم. أستاذ عبد الحفيظ باش تقول كلمة، تفضل.
لا يعني فقط نحب نحييك مرة أخرى ونتمنى لك مزيد التوفيق والنجاح هذا الجهد اللي تبذل فيه واللي هو جهد محمود. وتحياتي لكل الأخوة الحاضرين ولمستمعي ومستمعاتي ذات سقف. تحية ليك العالم الكبير عبد الحفيظ الهرقام الأستاذ عبد العزيز قاسم اللي شرفنا بحضوره هذا المساء، كذلك الأستاذ الدكتور عبد الكريم الحزاوي والدكتور أرسلان بالفرحات. أشكر كذلك جوار بوستة وهو أستاذ في علم الاجتماع، تحية لي. أقول لكم نلتقي الأسبوع القادم في مسارات إبداعية. أجمل ما نختم به قصيد جعفر ماجد ومحمد رضا في الألحان وصوت عليا. عارف الحب قبلي لأن النساء على كل لون وشكل، لأنك لم تعرف الحب قبلي، لأن النساء على كل شكلي، لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصل، وأن الطبيعة لا تمنح القسط في كل حقل، لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصل، وأن الطبيعة لا تمنح القصب في كل حقل، بكم مستمعينا الكرام. تمكنت دورية تابعة لوحدة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس من ضبط نفرين، وذلك إثر تعمدهما
اعتراض سبيل المجتازين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء والاعتداء عليهم وسلبهم أموالهم وهواتفهم الجوالة. يجتاز 10,356 تلميذا من ولاية صفاقس موزعين على 8 مراكز بداية من اليوم وإلى غاية يوم 27 من أبريل الحالي اختبارات التربية البدنية ضمن اختبارات البكالوريا. قررت وزارة التربية بعث خلية استقبال لملفات الفساد في صيغتها الورقية تعود بالنظر إلى الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة وتحت الإشراف المباشر لوزيرة التربية على أن يتم الشروع في اعتماد هذا التمشي بداية من 30 من أبريل 2024. سجلت وحدات الحماية المدنية أمس خلال 24 ساعة الماضية مقتل 19 شخصا وإصابة 369 آخرين في حوادث مختلفة وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية. في الشأن الفلسطيني أعلنت الأمم المتحدة أمس أن 41% من بعثات المساعدات التابعة لها منعها الكيان الصهيوني من الوصول إلى شمال قطاع غزة في الفترة ما بين 6 و12 من أبريل الحالي. أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنت غارات جوية على محافظة تعز. قال الرئيس الإيراني أن قصف الكيان الصهيوني تم بتنسيق بين الميدان والدبلوماسية وتم تنفيذ العملية بدقة عالية استعرضت قوة الصواريخ والمسيرات الإيرانية بشكل جيد. في سياق متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أمس خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني. نهاية هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء. إذاعة الساقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6. النهر الخالد. النهر الخالد روائع الأشعار وعذب الألحان وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك حين التقيتك عاد قلبي نابضا يا وردتي.